لو عاوز اغير اسم الجوب يا شباب، اخش على هنا ديت الصفحة الرئيسية، اخش على داتا، ومن داتا اخش على هنا على جوب اقول له انتر، ومن انتر هنزل هنا تحت على جوب ديتيلز، وراح جاي داخل اقول له انتر برضك. هنا هو اسم الايه الجوب، اقدر اغير اسم الجوب اللي انا ايه محتاجه. خلاص ممكن اغير برضك عن طريق الشيفت بالارقام والايه والحروف الكابيتال والايه والسمول. وبكده يبقى انا قدرت اغير الجوب على التوتال ستيشن. لو عاوز شرح كامل والتفصيل للتوتال ستيشن هتلاقيه موجود على القناة. سلام.